اهلا الكبيدات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كي دايره اموركم؟ كي داير والديكم؟ كي دايرين نتوما؟ الصحيحه ديالكم والمورال؟ كنتمنى كيف قلت لكم يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتشوفوا نتوما مرتاحين وناشطين وما خصكم حتى شي خير. مهم هاد النهار هذا لقيتوني انا وليداتي هبطنا للبلاج، غير اللي حدانا، بلاج اللي حدانا عفتو، ما خرجت ما حتى شي حاجه، بقينا غير في الدار هاد العام. والدراري صافي قمطو، وراجلي كيمشي للخدمه كيدي معاه الطوموبيل، ايوا كنبقى انا غير جالسه في الدار كنتسناو حتى يجي، وما كيجيش كل نهار، ايوا وكيقنطوا له هما، ولا انا كنبقاو جالسين غير في الدار ما كنلقاو فين نعطيوها بالراس. والله القسم عفتو هاد الصيف هذا كيف قلت لكم لهلا يعاودوا علينا، ما خرجنا ما سافرنا ما حتى شي حاجه، ما حسيتش براسي حتى نهار انني خرجت ودوزت نهار في الصيف ولو غير نهار واحد، ولكن ماشي مشكل الحمد لله. غادي يدوز ان شاء الله ويجي صيف اخر، من الصبر نبقاو غير بالصحه والعافيه. المهم هنا وصلنا للمول الصغير، المول الصغير، وهنايا صافي بدا راجلي كيصاوب هكايا الباراسول باش نجلسو. واخا انا البنات راني ماشي من محبين البحر نهائيا، ديما كنقولها لكم شكون اللي بحالي، انا ماشي من عشاق البحر، لا البحر ولا لا بيسين ولا هادشي كله ما عنديش معاه. نقدر انني نبقى العام كله ديال الصيف ما نوصلش للبلاج نهائيا، وما نقولش خاصني نمشي ليه، ما عنديش معاه. ولكن مع الوليدات ضروري الحاجه، راه ما كنكونوش كنبغيوها، والبلاصه ما تنبغيوش نمشيو لها، ولكن مع الوليدات ضروري كتمشي لها، خاصك دير لهم الخاطر، ما عندك ما دير. وخا البحر فيه تامره من موراها كدير الرمله كدير الحوايج فازقين كدير بزاف ديال الحاجات، ولكن ما عندك ما دير. السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى اموركم تكون على خير وبخير، احوالكم طيبه، يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كي دايرين مع الصحيحه؟ كي دايرين مع الاجواء؟ كي دايرين مع العطله اللي تسالات مع الصهد؟ ولكن الحمد لله ما بقاش هكا يا الصهد، الدنيا تبردات ولات البروده، خصوصا حنا عندنا البروده. انا وليت الا ما تغطيتش في الليل بليزار هكذا ما تيدينيش الناس، كتجيني واحد البرد وزياد، وجد الله كينوضوا في الليل تيعيطوا لي تيقول لي ماما راه فينا البرد، جيبي لينا ليزار رقيق ولا كشا رقيقه. الحمد لله امور كلها دازت على خير وبخير، الصيف كله داز على خير وبخير، واخا ما سافرناش ولكن ماشي مشكل. حطيت واحد البوست في الانستغرام وقلت لهم شكون اللي معايا، شكون اللي بحالي ما مشى حتى شي بلاصه في هذا الصيف، ولقيت راسي ماشي غير انا، لقيت بزاف. وماشي مشكل اذا عمت هانت. كيف ما شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو، جينا هذا النهار للبحر، زياد ما كانش كان يمكن لي يجي، كان كيجي غير جد الله بوحديته هو وباباه، ايوا ودابا عاد جبناه هكذا يبدل الجو واحد شويه، ما قدرش يعوم، يلاه دخل شويه وقال لك البرد وجا جالس قدامي، مشى غير جد الله مع باه. المهم بالنسبه للبوركيني ها هو راني خديته من عند رانيا، وطويل البنات راه وصل حتى للركبه، رجعت الله غدا ليه، جا راجلي قلت له شوف رانيا دايره هكا يا بوركيني، دار لهم البنات 150 درهم، صراحه زوين بزاف ورخيص ومريح، خفيف بزاف، عرفتي بحال ما لابسه حتى شي حاجه، خفيف وخا هكا بالكمام خفيف، جاي لتحت سريويل في البلو مارين، وهكذا يا تهنايا سامبل في البلو مارين، وهذا في هذا الموتيف، هذا جاي طويل حتى للركبه. بالنسبه للبوني هذا غير انا اللي خديته من على برا، بحالو في هذا الكولور في هذا هذا. المهم الغابيل مالك فين نمشيو؟ فينا بلاصه؟ بدلوا البلاصه. شفتوا البنات كنا جالسين هنايا في المول الصغير هذا، هذا الجلسه فيه صراحه زوينه كالم، وما فيهش لا مواج لا شي حاجه، ما بغاوهش الدراري قال لك غارق بزاف، ما كيلقاوش الحد، كيتدغي شويه ما كيلقاوش الحد، وخاصهم المواج جاهم بارد. ايوا والله زين الباكتاج نبداو جديد، غادي نمشيو للمول الكبير ندير لهم الخاطر، ما عندك ما دير، انا ما غنعومش حيت اشبهني البرد، انا الا بغيت نعوم خصني تكون الحراره، ولكن صراحه انا ما كنعومش، ما عنديش مع البحر نهائيا، داك الفز قال لي من مور ما كتخرج جالس والرمله راسها تلصق فيك وداكشي ما كتعجبنيش، ما كنتقبلهاش، لكن واخا هكاك ضروري من البوركيني باش كتبقاي اليز، كتبقاي جالسه اليز وملي كتمشي. المهم انا نوريكم هذا، شفتو هانتوما حداش في الطول هاد الركبة، طويل زبيون ريحة الحوت، شي واحد داير شوية د السردين. المهم حنا غادي نمشيو عاوتاني للجهة الأخرى،
ونعود نقد كل شيء من الأول. كتشوفوا صافي راجعين بحالتنا، ما طولناش بزاف، واحد الساعتين ديال المكانه ورجعنا بحالتنا. عرفت واخا هكاك انا راه ما وصلتش حتى الماء، الماء ما وصلتلوش، ما حطيتش فيه رجلي، والريح واخا هكاك وجهي معمر بالرمله. هادشي راه درت غير ليكرون. الماء راه عند باباك تما، وهذاك اللي كيشربوا فيه الكاس حتى هو راه تما بلاتي. شوف راه في الشكاره اللور اللي معلق باك على ظهره. قلت لكم درت لك خول وجهي، شد لي داك العجاجه اللي كطير كلها لصقات لي على وجهي. ايوا صافي. المهم هيا مارينا هنا، مارينا هنايا، هنا مارينا الدخله ديالها من هي. المهم ملي ما دزتو لها من هنا غادي تدخلوا موريا دوك العمارات اللي دايرين ديال مارينا. واعرين دابا كيغسلوا رجليهم باش نلبسوا حوايجنا ونمشيو بحالتنا. كنعياو والله، انا بدا كنجي غير كنتمرمد على راسي وصافي، غير كنجي بقى جالسه كنتشوط ونتكرمل ونمشي بحالتي، ما كنستمتع، ما كان حتى حاجه. هو ماشي مشكل، في سبيل الوليدات، في سبيل الوليدات. معليش والو، جاي كنقيسو غير الرمله، كامل الرمله. معليش المهم تنوصل للدار. وهنايا صافي راجعين بحالتنا للدار. كيف ما كتشوفوا تمايا اللي بينت لكم في الاول، البرج والبرج ديال محمد السادس والمسرح. هذه البنات الناس اللي ما كيعرفوش سلا، هذه سلا طلعه ديال بطانه. صراحه سلا واحد المدينه اللي هي زوينه بزاف، وبزاف ديال الناس اللي ما كيعرفوهاش وما عمرهم وصلوا ليها ولا تحت لهم الفرصه انهم يوصلوا للمدينه ديال سلا. وكيهضروا على سلا كانها واحد المدينه اللي هي خايبه وناسها خايبين وفيها الشمكاره وبزاف ديال المسائل، ولكن معذورين مساكن حيتاش ما عمرهم خرجوا واحد المدينه اللي هما كيسكنوا فيها، ما عمرهم ما فاتوها. هذاك الشيء علاش تيقولوا على سلا بلي راها مدينه خايبه ومدينه فيها الشمكاره وهذا ماشي المعيشه، ولكن سلا هي كتهضر على راسها. وانتم كتشوفوا الجماليه ديالتها كيفاش دايره والنقاوه وفيها كل شيء، والموقع ديالها زوين. وهذا الشيء اللي كاين الغزالات ديالي، ونعاود نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.